مشاهدي ساحل تي في، عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نواكبوا الحركة التجارية في قصر هلال. اللي يقول قصر هلال يقول قطاع النسيج. باش نسألوا التجار باش ناخذوا آراهم وانطباعاتهم حول الحركة التجارية اللي تشهد بعض الكساد. باش تعرفوا الأسباب تابعونا في التقرير التالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي الحركة التجارية في قصر هلال؟ والله الحمد لله، استر الله. قصر هلال من أول الدنيا معروفة بالشيء هذا، ماشي جديدة. هي منبع التجارة نتاع تونس. هذاك علاش معروفة وفي كامل أنحاء الجمهورية. تحس البلاد معناها ماهيش كيما العادة، معناها تحسها معناها ميتة شوية، معناها خدمة، تحسها معناها مش كيما عملناها ولا كيما تعملناها ولا كيما برشا عوامل. فهمت شو يقولوا؟ توريد ساهم في كساد الحركة التجارية، توريد من شنو والأسعار المنافسة اللي تفرضها، معناها البضائع اللي جاية من الصين وتركيا ساهم في كساد التجارة نوعا ما. والله ساهمت بصفة كبيرة برشا. أما المشكلة عملها الحاكم فايق بها ولا إلا الخط متاع الجزائر هو القاضي على تونس. كيفاش واضحا؟ كانت المشكلة في بور ترادس ومعنا الناس مديمة الترافيك الغادي، طاولات التجارة أكثر حاجة من الخط. السلع الموازية هي اللي قضت على السلع التونسية، تطلع للسوق. احنا فهمت القطعة تكلف علينا كما يقولوا ب 5000 فرنك، تجي تبيعها ب 5000 ونصف تلقاها جاية من برا ب 3000 فرنك. التوريدة والله شو ضر مش ما ضرش. هو ديجا احنا في عندنا فماش سلايع باش ناخذوا، معناها فماش سلايع باهيه باش ناخذوها من تونس. فهمت؟ معامل فماش معامل يصنعوا حاجه باهيه، فهمت؟ وسوم باهيه، فهمت؟ تشجع المنتوج التونسي ولا؟ بيان سور واحد تشجع منتوج تونس، ما نعرفش شي يشجع حتى باش بلادنا تقيم شويه وتركي، خاطر بالحق عندنا العباد كثيرتها هاربه معناها من المنتوج التونسي. والانسان اذا حب بلاده لازم يشري تونسي، كل انسان يحب بلاده لازم يستهلك تونسي.